السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. غنتقاسم معكم اليوم المقادير والطريقة ديال هاد لي بار بروتيني اولا هاد لي بيسكوي دايت بدون سكر بدون دقيق بدون زيت بدون بيض. كيصلحوا للناس السكري، الناس اللي باغين يحتافظوا على لالين، والناس اللي دايرين الدايت. بمقادير بسيطة، عندي الشوفان، القرقاع، الكوك، التمر اما المجهول او لا التمر معسل، وواحد جوج خيزوات، وغاديا او اللي عنده القشره ديال البرتقال راه كتجي رائعه معاهم. حكوا واحد القشره البرتقال، غنسم بالقرفه، طريقه الملحه. وهنا باش نزيد من القيمه الغذائيه ديالهم غندير واحد اون ميزور ديال بروتين، هذا اصل نباتي. غنطحن كل شيء، طحنوه اما في الميكسور هكا ولا في شي عشوار الى عندكم. غناخذ واحد طاوه عبار 20 على 20، غندير ليها ورق الزبده وغنخوي فيها الخليط، وغادي نقادو مزيان باش نعطيه عبار واحد، ونحاول ندكو مزيان بهذيك لا سباتول، ندخلو للفران على 160 درجة حتى طيب لي هاد الحليوة وتحمر مزيان. نحيدها ونخليها شوية تبرد، انا راه قطعتها هنا شوية سخونة، راه بحال شوية تهرسات. غادي نتقطعو الشكل اللي بغيتو، اما على شكل ديباخ اولا دي كاري، نتوما داكشي اللي بغيتو صافي. وكتقدموهم راه كيجيو زوينين كروستيون، كاين داك لو موالو لداخل، وكيتواتاو مع شي قهيوه بحال هكا في الكولاسيون تاع العشيه، قهيوه بدون سكر، وبالصحه والراحه، وكيستاهلوا التجربه.